الو الو ايوه استاذه اسامه، حضرتك ازاي؟ صحتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ مدام اميره. مدام اميره، مدام اميره كم سنه؟ 21. مرتبطه بقالك كم سنه يا مدام اميره؟ بقالي سنه بس دي الجوازه الثانيه. الجوازه الثانيه؟ طب مرتبط عن حب ولا ارتباط تقليدي؟ في الحقيقه هو تاني جواز دوت يعني كان تقليدي بس قلب معايا بموضوع تاني خالص. يعني هو الجواز الاول احنا كنا بنحب بعض وهو ما كانش فيه فرق سن ما بيننا، ولكن ما كملناش سنه واتطلقنا بسبب ان هو في اول الجواز خاني وكان بيهمني كتير، فانا قررت ان انا اتطلق منه. يا دوب قعدت 6 شهور بالظبط وجالي عريس هو مستواه اعلى مني ماديا واجتماعيا، ولكن فرق السن ما بيننا كبير. بس انا وافقت برغم ظروف. عنده كم سنه؟ عنده 60 سنه. 60 سنه؟ وانت كام قلتي؟ 21. ده قدك 3 مرات. بس طب. انا حقيقه الوقت انا مش بحس معاه بالفرق الكبير ده، يعني هو بيحاول ان هو يسعدني باي طريقه. طبعا هو رفض ان احنا نخلف وانا مش بصر عليه، ولكن دايما عندي احساس الخوف من ان انا ابقى لوحدي. انا بقيت بعتمد عليه بطريقه فظيعه، يعني مش عارفه انا حبي ليه دوت اللي هو بعتبره كأنه زي بابا، ولا انا بحبه ان هو جوزي، مش عارفه. طيب يعني خليني اسال حضرتك، العلاقه الحميميه ما بينكم عامله ازاي؟ هل بتبقي سعيده فيها؟ ببقى سعيده جدا عن جوزي الاولاني كمان. اها. رغم يعني ما فيش فرق سن ولا حاجه، بس ما كنتش دايما ببقى مبسوطه معاه. انما هنا مبسوطه. لاني كنت بحس الاول ان هو بيفرض عليا دوت، كان بيبقى دايما عنده عنف، لكن هو جوزي ده حاليا حنين عليا جدا. طب مبسوطه. بص عايز اقول لك حاجه، احساس الخوف اللي جواكي ده احساس طبيعي جدا، لان اي انسان مطرحك هيشعر ان هو احساسه بعدم الاستقرار نابع من فرق السن الكبير اللي ما بينكم، وان زوجك رب العمر بيد الله طبعا، ربنا يديله الصحه والعمر. انت السنه دي عندك 20 سنه، سنه 10 سنين هيبقى عندك 30 سنه، لسه بنوته برضه، هو هيبقى 70 سنه. انت فاهماني؟ ان ربنا اراده بقى عندك مثلا 35 سنه 40 سنه، وبرضه دي امراه في مجتمع يعني في قمه انوثتها، هيبقى عنده 80 سنه ان ربنا ادانا العمر. فاحنا بنتكلم اللوجيك بيقول ان طبعا اي حد في وضعك لازم يشعر بعدم الاستقرار. وبالتالي كمان اي حد في وضعه لازم يرفض الخلفه. على فكره هو بيقول لي انا لو في اي وقت حسيت ان انت عايزه تطلقي مني ومش هيبقى يجي وقت مش هيبقى في ما بيننا علاقه، انا ممكن ان انا اطلقك، ما عنديش مشكله. ايوه، لان هو عارف، ان هو في خلال سنين قليله جدا هيبقى حتى او سنه اتنين مش هيبقى قادر يعمل العلاقه الحميميه معاكي. صدقني انا الموضوع نفسه مش فارق معايا، انا كل الوقت اللي ان انا دايما بحس ان عايزه ابقى معاه، عايزه اروح معاه في كل مكان، عامله زي الطفله الصغيره اللي هي بتتمسك بمامتها. انت متعلقه بيه لانه راجل متزن وكبير وواعي وفاهم، وانت حاسه انك عايشه في حضن بابا، اللي بابا الحقني يلحقني. اللي انا كنت مفتقداه تماما في طفولتي وفي حياتي، فانا حاسه بده دلوقتي. ما هو انا اللي عايز افهمهولك ان الامور طبعا اعمار بيد الله، هقولها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، ما حدش عارف عمر مين قبل مين، ولكن الامور لن تبقى يعني في احسن حال لفتره طويله. وده وضع طبيعي. لو انت عايشه الحياه بالشكل ده وقررتي انك تستمتعي بحياتك بالشكل ده وهاخد من الحياه احلى ما فيها، خلاص انت اوريدي مراته، ما اقدرش اقول لك حاجه. اوكي، انما برضو ما تطلبيش منه اللي ما يقدرش ينفذه، لانك ممكن تطلبي منه اولاد. انا النهارده راجل فوق الستين وتطلبي منه اولاد، طب انا هربيهم امتى؟
لما تخلفي لي ولد كمان 9 شهور وعنده 61 62 سنه مثلا، عقبال ما الولد ده يبقى عنده 15 16 18 سنه ويبقى ماسك نفسه، هبقى انا 88 مثلا ولا 78، هشوف ابني ازاي؟ يعني برضو شيء بالنسبه له هو مخيف. لما قال لك هسيبك في اي وقت تطلبي وخلافه، لانه هو عارف انه حتى ايفن العلاقه الحميميه اللي ما بينكم مش هيقدر يقوم بيها على اكمل وجه قريب جدا، لان دي سنه الحياه. ربنا بيخلق الانسان جسمه بيبني يبني يبني، يقف عن البنى يبتدي يهدم 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 ليوم وفاته. ده وضع طبيعي، ده الطب اللي بيقول كده، مش احنا اللي قايلينه، مراحل في حياه الانسان. عشان كده بنقول الجواز لازم يكون فيه تقارب في السن علشان الحياة تبقى متوازنة، نقدر نستمتع سوا، نفرح سوا، نكبر سوا، لمرحلة سوا، الأمور بتهدى، إيقاع الحياة بيهدى وإحنا مع بعض سوا، لحد ما إيقاع الحياة بيبقى بطيء جدا وإحنا مع بعض، لدرجة إن في الأواخر بقى ناوليني حباية الدواء، أنت خدت دواك قبل ما تنام، لحد ما بننتقل واحد ورا التاني ومحدش عارف مين بيسلم مين، ولكن دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. أنا آسف، صدقيني لو مش أقولك الحقيقة هبقى أفاق، وأنا ما تعودتش أكذب على اللي بيسمعه.